حزب التحرير ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي مطالبا بإرساء نظام الخلافة. أهالي المفقودين بالسواحل الإيطالية ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الإيطالية بتونس. وفي سوريا المعارضة تعلن سيطرتها على قاعدة تفتناز الجوية. مشاهدينا متتبعي قناة حنبعل، أسعدتم مساء. ونبدأ نشرتنا الوطنية بشأن الوطني، حيث نظم حزب التحرير بتونس وقفة احتجاجية دعاها بوقفة حق وعزة، وكان ذلك أمام المجلس الوطني التأسيسي إثر صلاة الجمعة. هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار حملة بعنوان لا إله مع الله. الزميلة درصاف جبالي واكبت هذه الوقفة الاحتجاجية وأعدت التقرير التالي. التصوير لحسن البقلوتي. نظم حزب التحرير وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، معبرين عن رفضهم للسياسات المتخذة من قبل الحكومة ومؤكدين على أنها تعتبر مهمشة للدين الإسلامي. وقد رفع المحتجون عديد الشعارات والعلامات منددين بسقوط النظام الرئاسي وتعويضه بالنظام الخلافي. وأشرف رضا بالحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير بافتتاح الاحتجاج بعد إقامة صلاة العصر جماعيا، معبرا عن أهداف هذه الوقفة والمطالب التي يوجهها الحزب للمجلس التأسيسي. هذه الوقفة المميزة شكلا ومضمونا عددنا لها بطريقة منها فيها رؤية وفيها تصور وفيها استهداف من فضل الله سبحانه وتعالى، وقد تمت في موعدها، والغاية منها بيان أن هذا الدستور الذي ينجزونه لا صلة له بهذه الأمة العزيزة الكريمة الأبية، وأن في الأمة منظومة تشريعية رائعة جدا منبثقة من العقيدة الإسلامية ضربوا بها عرض الحائط. فماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون إلا صيغا تلفيقية وصيغ ترضية وحالة مزاجية، والغرب وصي على الجميع. لا يمكن لدستور هذا منطلقه أن يكون في بلاد الإسلام، ولا سيما بعد أن زاحت عنها دكتاتورية. نحاسب المجلس السيسي ولا نطمع فيه، نحاسبه بأن الذي يقوم به هو اعتراض سبيل هذه الثورة، لأن ثورة الأمة تؤول طبيعيا بالسياق التاريخي والسياسي إلى الإسلام. وفي موضوع آخر، وعلى خلفية القضية القائمة ضد رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة الحالية حمادي جبلي ورئيس وزراء إيطاليا السابق سيرفيو بيرلسكوني بخصوص وضعية المفقودين في المياه الإقليمية الإيطالية، نفذ عدد من أهالي المفقودين وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الإيطالية مطالبين بالكشف عن وضعية أبنائهم المفقودين منذ الثورة. نزار الزغدودي، مجدي قرقني. نفذ عدد من أهالي المفقودين بالسواحل الإيطالية صباح اليوم وقفة احتجاجية ضمتهم من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك أمام مقر السفارة الإيطالية، مطالبين بكشف الغموض حول ما أسموه باللغز الذي يلف وضعية أبنائهم المفقودين في المياه الإقليمية الإيطالية. لمينا اليوم فهمت ولا على الضغط على السفارة الإيطالية، فهمت اللي هي فهمت الأولاد في سجون سرية، وهم التو فهمت يهزوا فينا ويجيبوا السفارة الإيطالية والحكومة التونسية. خلينا ما نمشينا، مشينا للرئاسة سمير الدير ومشينا كل بقعة، ما قبلوناش، ما خذوش لينا معناها الحكاية بجدية. عندي معلومة لولدي حي في إيطاليا، وهزيت التصويرة والطليان جاب لي خبر قال لي ولدك موجود، وما يلزم الحكومة التونسية توافق معاه. الأهالي طالبوا الحكومة التونسية والسفارة الإيطالية بالتعامل الجدي مع هذا الملف وإعطاء إجابة شافية قد تريح النفوس وتهدئ القلوب في رحلة أعلنها الأولياء بحثا عن فلذات أكبادهم. نرجع من السلطات التونسية تعاوننا وتجيب لنا وليدات، هما راهم حيين يرزقوا، أما عاونينا رانا تعبنا، رانا نمشوا بالدويات. يخلوهم يكلمونا نتصلوا بهم نطمنوا عليهم، وش اللي عاديش حتى 10 سنين ما يهمناش. اما يبقاش كيك عامين واحد ما يعرفش على ولده ما مصيره وين. انا مشيت حتى لايطاليا، معناتها صرفت تقريبا 7 ملايين يا رسول الله، معناتها مشينا باسم 79، معناتها بالنسبه للتسعه اولادنا من الفحص والاخرين 70 الاخرين زاد ما لهم الا توانسه. نمشيو غاديكا، معناتها السلطات الايطاليه واقفه معنا. العمليه معناتها في ترخيص من السفير او القنصل العام، معناتها باش يرخص لنا باش يجيب لنا اولادنا، معناتها من مصدر وثيق اولادنا حيين.
في ذات الصدد كانت قد تقدمت رئيسة الحزب التونسي مريم بنور بوصفها تنوب عائلات وأهالي المفقودين في المياه الإقليمية الإيطالية بعد الثورة، تقدمت بشكاية شملت الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي والرئيس الحالي للحكومة المؤقتة حماد جبالي ورئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني. شهدت ساحة الشهيد برجاب مؤخرا تظاهرة لإحياء يوم الشهيد تحت شعار شكون نقتلهم، وقد تجمع الآلاف من الأهالي مطالبين الحكومة بضرورة محاسبة قتلة شهداء. التقرير لعلي الفرحي. في مثل هذا اليوم سقط 5 شهداء بمعتمدية الرجاب من ولاية سيدي بوزيد، حيث لم يبقى لأهالي هذه المنطقة سوى ذكرى هذا اليوم الذي أحيوه على طريقتهم بعيدا عن الاحتفالات الشعبية، بل كان يوما رمزيا بعنوان وينو حقك يا شهيد. الاحتفالات انطلقت بتحية العلم بحضور الجيش الوطني وتم تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء. هذا وانعقدت بالمناسبة ندوة صحفية ترأسها جملة من المحامين حول شهداء وجرحى الثورة، تطرقت إلى المستحقات المادية والرمزية للشهداء، كما نادت بمحاسبة القتلة. إلى حد الآن لا القضاء أعطى حقنا ولا الحكومة أعطت حق الشهداء والجرحى في القضاء، مازالوا عنا جرحى يتألموا. نستنوا في المحاكمة وفي العدالة الواقعية. احنا نحبوا على الأقل كي هما ماتوا الله يرحمهم، هذيك روحهم باش طالبة البلاد تتزاقل وتخدم الشباب والزوال يعيش والبطال يخدم، مش الدنيا ولوا يوصلونهم في قلة الرحمة ولوا يقولوا هذا كله ما يلمهم الشهداء. في موضوع آخر، أفاد عبد الحليم بالحاج صالح مدير عام معهد الزراعات الكبرى بوزارة الفلاحة أن انحباس الأمطار في الموسم الفلاحي الجديد أثر على عملية بذر مساحات الزراعات الكبرى خاصة في الوسط والجنوب. سهير جعفر، سامي العطفي. استعرض مدير عام معهد الزراعات الكبرى حليم بالحاج صالح أهم تطورات موسم الزراعات الكبرى مقارنة بالموسم الفارط، كما بين تفاوت نسب كميات الأمطار حسب المناطق والجهات، والتي تحقق حاليا نسبة عجز عام تقدر ب50%. عندنا كميات من الأمطار تقدر ب50% من الكميات مع تفاوت حسب المناطق كما قدمت لكم. هذا مش يكون عنده مفعول على المساحات خاصة، حيث أن بالنسبة للحبوب حاليا المعدل السنوات الأخيرة 5 سنوات الأخيرة كان في حوالي 1,300,000 هكتار حبوب سنويا، وهذا كان زاد بالنسبة للسنة الفارطة، لكن نظرا لنقص الكميات الأمطار خاصة في الوسط الشرقي والوسط الغربي معناها المساحات اللي وقع بذرها الى حد الان وهذه وقفت معناها مش يكون معناها التطور، هي تمثل 74% من المعدل نتاع السنوات الاخيره. مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية محمد شكري درويش من جهته استعرض نتائج المراقبة الاقتصادية للموسم الفارط 12 و2000، والذي بلغت خلاله عمليات التفقد ذروتها حيث تم رصد 30,000 مخالفة. تم بوادر باش تصلح لمو على أساس أنه فما معالجة هيكلية لمنظومات الإنتاج والخزن التعديلي اللي يلزمها تنبثق عليها إحصائيات دقيقة وثابتة وينبني عليها قرارات يلزمها تتخذ في الوقت المناسب باش ما نخليوش مجال انه معناتها الشح في توفر المنتوجات خاصه فلاحيه منها سببا في الضغط على الاسعار. في ندوة صحفية صرح اليوم كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هنالك مخاطر تهدد الهيئة على إثر القضية الجزائية المرفوعة ضدها، مفندا لاتهامات الفساد المالي المنسوبة إليها. وقد أعلن عن رفع قضية ضد المحامي فتحي العيوني من أجل الثلب،
الزميلة شيراز النيلي واكبت هذه الندوة الصحفية وأعادت التقرير التالي. التصوير لمجدي قرقنيه. في إطار القضية التي رفعها فتحي العيوني ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث يتهمها بعملية استيلاء وتبديد لأموال عمومية، يذكر أن هذه الاتهامات وجهت على أساس تقرير استند على وثيقة سربت من دائرة المحاسبات واعتمدته النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي. في هذا الإطار عقد اليوم كمال الجندوبي رئيس الهيئة ندوة صحفية رد فيها على هذه الاتهامات التي يعتبرها حملة ممنهجة لتشويه سمعة الهيئة. فتحي العيوني صرح تصريحات يعني اختيرة بطبيعة الحال باعتباره أنه هو كان مش يقدم قضية ضد الهيئة ورأسها كما قال السيد كمال الجندوبي بأن الهيئة أنفقت 37 مليار من المليمات وأن كلفة النائب بلغت أكثر من 4 ملايين من المليمات وأنه تمت عملية استيلاء وتبديد الأموال العمومية. ومن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيث تولت رفع قضية ضد فتح العيوني من أجل السلب، وأعلن الجندوبي أن هيئته ستقاضي أيضا كل من عمد تسريب التقرير الأولي الذي أعدته دائرة المحاسبات ونشر على الصفحات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام المكتوبة. تكاليف والنفقات متاع الحملية الانتخابية ما مثلتش 0.2% من ميزانية الدولة 2011، 0.2%. هل أنه هذا كثير علينا باش نختاروا النهج الديمقراطي؟ هل هو أنه كثير علينا باش نقوموا ونواصلوا في اختيارنا في النهج الديمقراطي؟ لا، ما نصورش. ونصور حتى بالنسبة للمستقبل القريب الانتخابات الجاية باش تكلفنا أكثر، لكن حتى كتكلفنا 1% من الميزانية مش برشا. رغم أن كمال الجندوبي أكد أن الديمقراطية عموما مكلفة خاصة في ظروف استثنائية، فهذا لا يمنع من أن تستخلص الهيئة المقبلة الدروس بأحداث رقابة مسبقة أثناء أدائها لمهامها تغني الجميع عن أي تجاوزات أو اتهامات. من جهة أخرى، أمضى وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق اتفاقيتي الإجازتين مع شركتي أورانج تونس وتونيزيانا. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير برئيسي الشركتين. التقرير لدرصاف جبالي والتصوير لحسن البقلوتي. أشرف وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال منجي مرزوق صباح اليوم على إمضاء مشروعي تعديل اتفاقيتي الإجازتين المبرمتين مع كل من شركة أورانج تونس وتونيزيانا. اتفاق اليوم أنه المشغلين وخاصة اللي هم معنيين اتصال أورانج وتونيزيانا ليسوا الآن في الاتفاقية السابقة كانوا مجبورين أنه يمروا بالوكالة التونسية للإنترنت، الآن عندهم الحق يختاروا الحل اللي يناسبهم لتوصيل حركة الإنترنت. التوجهات الكبرى بالنسبة لتونس أنه كما نشوفوا التطور الكبير في استعمال الإنترنت وحركة الاتصال بصفة عامة في تونس، لابد من تونس من اليوم التخطيط لأن تكون عندنا شبكة يعني عندها السعة الكافية لتحمل كل هذه الحركة في الاتصالات عبر الانترنت. والحل الأساسي اللي يلزم نخدم عليه من اليوم واللي هو خدمة متاع سنوات يعني 10 سنوات وخمسة سنة هو تركيز الألياف الضوئية بصفة كافية في تونس حتى إلى المستعملين. كما عبر المديران العامان لشركتي أورانج وتونيزيانا على مدى خدمة هذه الاتفاقية لمصالح البلاد التونسية على مستوى الاتصالات، مبرزين أهداف الشركتين واستطلاعاتهما. المرونة التي لم تكن موجودة بالسابق، وهذا يمكننا من العمل على تحسين نوعية الخدمات. عندما يكون الجميع مجبورين على المرور من نفس نقطة البث المركزية، هناك دائما صعوبات لتقديم نوعية خدمات جيدة. هذا يمكننا من الاستثمار بأكثر ثقة، كما يجعلنا قادرين على توسيع الشبكة وإعطاء نوعية خدمات جيدة للحرفاء. قدم وفد من الأمم المتحدة تقريره عن وضعية المرأة في القانون والتمييز ضدها. في ختام زيارة استمرت 5 أيام التقى فيها بعض المسؤولين الحكوميين وممثلين عن بعض السلطات المحلية. كما اعتبر الوفد أن بعض الاختلافات ما زالت قائمة في غياب فضاء للنقاش الديمقراطي. نال الحبشي مراد الطرابلسي. من الأمم المتحدة زيارة استطلاعية ميدانية لتونس استمرت 5 أيام، كانت فيها للفريق مناقشات مع بعض المسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية حول حقوق المرأة والتمييز ضدها. لابد من الإشارة إلى أنه هناك تفاوتات كبيرة لوضعية المرأة في تونس بين المناطق الريفية والمدن الحضرية. أثناء الزيارة كانت لنا اتصالات مع النساء العاملات في الزراعة كما في الخدمات الصحية وفي مجالات أخرى.
help discuss the issues that we raise there and the recommendations that we make. هذا وقدم الفريق الأممي في ختام زيارته لولاية تونس الكبرى وولاية جندوبة تقريرا عن وضعية المرأة في القانون التونسي في انتظار رفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان خلال شهر جوان المقبل. مهمتنا تهدف إلى تقديم وضعية المرأة في تونس والتمييز ضدها في القانون. سنقوم بتقديم تقرير للزيارة خلال مجلس حقوق الإنسان خلال فيفر المقبل. وفي ظل اللحظة التاريخية الراهنة لتونس وما تعيشه من تفاوض لوضع الأسس الجديدة للدولة، يظل التمييز ضد المرأة في الدستور أحد الأركان الواجب معالجتها. إلى ولاية القيروان، حيث نفذت مجموعة من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، نفذت وقفة احتجاجية تحت شعار يوم غضب للمطالبة بحقهم في التشغيل وتسوية وضعيتهم المهنية. التقرير لتيجان بوديدح وتصوير لعادل النقاتي. يوم غضب هو شعار الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من ولاية القيروان داخل مقر الولاية للمطالبة بالتشغيل وتسوية وضعيتهم المهنية، خاصة بالنسبة للذين لم يقع تجديد عقودهم في إطار الآليات. عامين بعد الثورة مازلنا ما بينا حتى شيء، تنمية ما فماش، تشغيل ما فماش، اللي يوفى الكونترا متاعو يحبس. لقينا إشكالية أخرى زادة، فما نوعية من الاستفزاز من الهياكل الجهوية لهنا، ما يسمعوناش، ما يحكيوش معانا. احنا جماعة اللي عشان نخدموا عامين التالي على 125,000 ما زدناش حتى مواصلات المكان العمل متاعنا، وبعد 5 سنين توفى العقود متاعنا في 2012، نتردوا يوميا على الولاية على سيد الوالي القيروان، قلنا مش نجدوا لكم في جانفي 2012 العقود متاعنا، لذا به على الآلية 16 مؤثر اون اتوندون يعملوا لنا حل، ولهذا احنا ما صارش هذا الكل، ما صارش حتى شيء يمهطلوا فينا. هذا ورفع المحتجون شعارات تنادي بحقهم في الشغل والحرية والكرامة، موجهين انتقادات إلى وزارة التشغيل. عقود انتهت لمدة عامين، ومن بعدك ما حبوش يجددون لنا، عباد بطالة بقات 7 شهور وثمانية شهور بعد ما كملوا عامين بطالة، شنو الحل نتاعهم؟ نحن نطالب تسوية وضعية وتجديد العقود بصفة آلية وفعالة، يزينا من الحكايات الضمة ويزينا من العامين استاج ومن بعدك شد الدارة، وماهوش معقول عباد ما لقات ما تاكل. فاز المستشفى الجهوي بتوزر بالجائزة الوطنية الأولى لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية من حيث نوعية الخدمات والاستجابة لنداء الإسعاف. الزميلة نهل الحبشي واكبت توزيع هذه الجوائز وأعادت التقرير التالي. التصوير لمروان بن حميدة. أحرز المستشفى الجهوي بتوزر جائزة أفضل مستشفى للعام المنقضي لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بعد دراسة استطلاعية عن المرافق الصحية ومدى تلبيتها لحاجة مستخدميها. حصول مستشفى جهوي بتوزر على المرتبة الأولى في الجمهورية، رغم اللي هو معناها مؤسسة معناها مقارنة بمؤسسات كبيرة، معناها يبرهن ان الحكايه مش حكايه امكانيات او كثره امكانيات او تجهيزات الى اخره، هي بدرجه اولى حسن استقبال وعقليه. يعطيك الصحه. كان من خيره المستشفيات في الجمهوريه التونسيه رغم امكانياته المحدوده، سواء من حيث الاطارات او من حيث الامكانيات الماديه. وقد شملت هذه الدراسة المسحية ما يقارب 3,000 مستجوب مستخدما للخدمات الصحية العمومية في كامل تراب الجمهورية. شملت المرضى بشكل خاص، يعني العينة ما هيش تمثيلية بالمعنى المعمول به في الاستطلاعات العادية، وإن كان الحجم تاعها كبير، يعني بمعادل 2800 مستجوب تقريب. أيضا شمل المناطق الريفية والمناطق الحضرية. ومن جانب آخر، أثبتت هذه الدراسة الميدانية أن المستشفيات الجهوية لقفصة، صفاقس، سوسة والمنستير لها رد فعل بطيء من حيث الاستجابة لخدمات الإسعاف. خلينا نكون متفائلين، نركزوا على الأفضل وليس لا نذكر. على كل، هناك من الأسوأ، هناك العديد من المستشفيات سيئة جدا. وفي موضوع ثقافي، عاش اليوم شباب منطقة العمران الأعلى أجواء احتفالية وثقافية بمعهد المنطقة، أين تم تقديم بعض العروض المسرحية والتشكيلية وأخرى موسيقية. تم ذلك بحضور بعض الإطارات التربوية بالمعهد والمعاهد المجاورة. نال الحبشي مورد الطرابلسي. تحسبون الأقصى والغناء والشرب الخمر حلا لحياتكم التي بشفقة؟
أجواء تنشيطية واحتفالية عاشتها اليوم منطقة العمران، حيث نظم معهد العمران ومعهد الفنون بالمنطقة تظاهرة ثقافية احتفالية بالثورة التونسية تخللتها عروض مسرحية وتشكيلية. اليوم المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 وبالتحديد مصلحة التنشيط الثقافي برمجت نشاط جهوي متنوع بمشاركة مختلف المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر للمندوبية الجهوية للتربية تونس 2، يكون إن شاء الله تبعث الأمل وتبعث إن شاء الله الاطمئنان على المستقبل في نفوس أبنائنا. فرصة، وهي فرصة كذلك لاستضافة تلاميذ والاطلاع على الأعمال المنجزة من طرف مختلف تلاميذ المعهد، وفي إطار دائما أكرر في إطار الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وكان لشباب المنطقة في هذا اليوم التنشيطي فرصة للترويح عن النفس وإبراز بعض الطاقات بعيدا عن ضغط الامتحانات. عملنا جو في التحضيرات كيفيه، وتوا هكا اليوم معناها صباح خدمنا وإن شاء الله تعجبكم. كان فما أجواء كبيرة، وفي التظاهرة اللي عشناها هذه 14 تاع الثورة، وإن شاء الله تستمتعوا برشا، مش نعملوا حفل موسيقي ومسرحية وتشكيلية وعروض موسيقية. من أخبارنا الوطنية إلى الأخبار العالمية، حيث سيطر مقاتل مجموعات معارضة سورية اليوم على أكبر مطار عسكري في شمال سوريا، مطار تفنازة، بعد أيام من المعارك العنيفة وبعد انسحاب عدد كبير من عناصر وآليات قوات نظامين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. تفاصيل هذا الخبر وبقية الجولة العالمية مع ريم زغدود بعبيدي. قال نشطاء معارضون في سوريا إن مسلحي المعارضة سيطروا على قاعدة تفتناز الجوية في محافظة إدلب شمال سوريا بعد معارك استمرت أشهر عدة. وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها تصدت للمهاجمين وأوقعت أعدادا كبيرة من القتلى في الهجوم على قاعدة تفتناز. من جهة أخرى، دعت المعارضة للتظاهر بعد صلاة الجمعة تحت عنوان جمعة مخيمات الموت، تعبيرا عن الاحتجاج على الأوضاع التي يعاني منها اللاجئون السوريون في دول الجوار. دبلوماسيا، يلتقي مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي مع دبلوماسيين أمريكيين وروس اليوم في جنيف في محاولة للدفع قدما بخطة السلام التي وضعتها مجموعة العمل بشأن سوريا. خرجت اليوم مظاهرات واسعة في عدد من المدن العراقية منها بغداد تحت شعار عراقنا واحد، استمرارا للاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو 3 أسابيع ضد سياسات رئيس الحكومة نور المالكي، وذلك وسط انتشار أمني مكثف منع التحاق أعداد كبيرة من العراقيين من المشاركة في المظاهرات لا سيما في العاصمة. قتل 114 شخصا في 4 تفجيرات في مدينتين في باكستان، في حين دعا زعماء شيعة الجيش إلى السيطرة على مدينة كويتا لحماية الأقلية الشيعية. دان الأمين العام للأمم المتحدة هذه التفجيرات. من جهتها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش لحقوق الإنسان أن فشل الحكومة الباكستانية في حماية الأقلية الشيعية مدان ويرقى إلى مستوى الطواطئ في المذبحة الوحشية التي يتعرض لها مواطنون باكستانيون. من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي شهدتها باكستان. هكذا مشاهدينا بجولتنا العالمية نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حزب التحرير ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي مطالبا بإرساء نظام الخلافة. أهالي المفقودين بالسواحل الإيطالية ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الإيطالية بتونس. وفي سوريا، المعارضة تعلن سيطرتها على قاعدة تفتناز الجوية. إلى أن نلقاكم غدا في موعد إخباري متجدد. هذه أجمل تحيات قسم الأخبار بقناة حنبعل. إلى اللقاء.